خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن استمرار الاوكازيون. معانا على الهاتف الاستاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه على المعاملات التجاريه بوزاره التموين. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك وعلى جميع الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير يا فندم. نشكرك يا فندم. يعني في البدايه حابين نعرف اكتر من حضرتك تفاصيل عن مد الاوكازيون لحد 30 سبتمبر المقبل. طبعا هو قرار مد الاوكازيون ده كان بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجاريه، وتم عرض مذكره مع الدكتور الوزير وفقا لاحداثيات احنا رصدناها من خلال السوق. وباعتبار ان الاتحاد العام هو بيت التجار وهو ادرى بشؤون التجار، فعشان كده تم التنسيق معاهم وتم الاتفاق على ان يمتد الاوكازيون حتى 30/9 لاسباب عديده، منها على سبيل المثال الاستعداد لدخول المدارس والجامعات. واحنا كلنا عارفين ان دي شريحه وقوه شرائيه لا يستهان بها ابدا، وبرضه عشان تخفيف العبء عن كهل الساده المواطنين وخاصه محدود الدخل، وفي نفس الوقت لتنشيط حركه التجاره الداخليه داخل جمهوريه مصر العربيه. صحيح. طب بالنسبه لطبيعه المحلات المشاركه في الاوكازيون، ايه يعني هي انواع انشطتها بالتحديد؟ يمكن السنه دي بالتحديد معالي الدكتور علي المصرحي اعطى توجيهات لنا بدخول جميع الانشطه التجاريه في الاوكازيون سواء الصيفي وان شاء الله لاحقا في الاوكازيون الشتوي، ومنها على سبيل المثال في داخل نشاط تجاري لأجهزة كهربائية، أدوات منزلية، ستائر ومفروشات وأساسات وتحف ونجف، بالإضافة طبعا للقسمين الأساسيين عندنا هي الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية. طيب يا فندم، بالنسبة للمحلات المشاركة في الأوكازيون، يعني فكرة المحلات هي اللي مكملة في الأوكازيون، هل في محلات شافت أنها لا ممكن تنسحب؟ هل في محلات ممكن دلوقتي أنها تشارك وتدخل ضمن قائمة المشاركين في الأوكازيون الصيفي حتى لو ما كانوش مشاركين من البداية؟ بالضبط يا فندم، وتصديقا لكلام حضرتك، فعلا في محلات بدأت تدخل دلوقتي ما كانتش موجودة قبل كده، والدليل على كده ان الارقام في تزايد. يعني في احنا بنعمل احصائيه يوميه، امبارح قفلنا عدد الاحصائيات على 2826 محل، النهارده في تواليا النهارده بيحدث في محلات بتدخل والارصده بتاعتها بتجينا من خلال مديريات التموين المنتشره داخل جمهوريه مصر العربيه. بحب انوه بس ان الدخول في الاوكازيون هو دخول اختياري وليس اجباري. يعني ال 2826 محل دول داخلين بمحض ارادتهم دون اجبار من اي حد خالص. يعني وزاره التموين لا تدخل في حاجتين بالنسبه للاوكازيون، اول حاجه الدخول فيه من عدمه، ثاني حاجه وضع النسبه الملائمه للتاجر، برضه وزاره التموين ما تتدخلش فيها ابدا، ولكن طالما انت ارتضيت بالنسبه ديت يجب ان تلتزم ببعض الشروط والمعايير اللي حطها وزاره التموين والقانون 103/1957، ومنها على سبيل المثال انك لازم تكون حاطط سعرين على كل قطعه احدهم مشطوب عليه بتاع الشهر السابق، والحاجه الثانيه لازم تكون محتفظ ببونات البيع من شهر سابق. الهدف منها حضرتك حاجتين مهمين جدا، ان المفتش لما يدخل يتاكد ان النسبه اللي هي محطوطه دي هي نسبه حقيقيه وليست نسبه وهميه، عشان الساده المواطنين ما يخضعوش تحت اي نوع من انواع السيطره او الغش او التدليس. الحاجه الثانيه ان احنا بنتاكد ان البضاعه اللي موجوده حاليا في الاوكازيون هي نفس البضاعه اللي كانت موجوده من شهر سابق. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، لكن اخيرا يا فندم وسريعا جدا، نسب التخفيضات وصلت لكام تقريبا؟ هي تتراوح من 20% ل 50%، وان كان في بعض الناس الاعلى من كده، ولكن مش هيدي السواد الاعظم من النسبه اللي احنا بنشتغل بيها. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه على المعاملات التجاريه وزاره التموين.